بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير للجميع. اليوم الأربعاء 13/20/2021، معكم فواز حسين من قرية حرفيش في الجليل. أنا موجود بالضبط على شط بحر عكا بالي الخليج، على الشمال بعيد حيفا في الكرمل، على اليمين القريب سور عكا. صورة تغني عن الكلمة. خريفي معتدل، احنا مع اشراقة الصبحية على شط بحر عكا. قلنا الشمس طلت على سور عكا على مآذن عكا بالي. قلنا البحر والسفن والبواخر اللي في الخليج، على الشمال بعيد حيفا، ميناء حيفا وجبال الكرمل. بعد مرة، الصورة تغني عن أي كلمة.
شكرا لكم، ان شاء الله نلتقي يوم ثاني في محل ثاني.